منى، الآن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت تقديمها أكثر من 73 مليون دولار من التمويل الإضافي لدعم خدمات الأونروا. هل هذا يشكل فارقا في ظل اتجاهات داخل الوكالة الأممية لتقليص خدماتها أو تمويلها؟ نعم، يعني تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. بشكل عملي كل من يرى هذا المشهد يرى بأنها ربما أقرب إلى ما أن تكون إباربنج ربما لتقليل من حدة الأزمة. الحديث عن محاولات استهداف الأونروا منذ سنوات طويلة وليس الآن، ويعني إنهاء قضية اللاجئين هو أمر ربما تتحدث عنه السلطة الفلسطينية كثيرا، والفلسطينيين عامة يرون بأن هذه مسألة حساسة جدا تتعلق بإحدى القضايا الأساسية التي يعتمد عليها حل هذا الصراع. عمليا يعني هذا الدعم هو دعم بالتأكيد من الممكن أن يخفف من حدة الأزمة، وخصوصا أنه الآن نحن بدأ العام الدراسي منذ حوالي أكثر من شهر، لكن حتى اللحظة ما زالت هناك أزمات متتالية، هناك نقص في عدد المعلمين، هناك خلل في استمرار العملية التدريسية. إذا أردنا نتحدث عن مدارس مثلا، هلأ إذا أردنا نتحدث تحديدا عن واقع قطاع غزة، فهنا نتحدث عن أنه أكثر من نصف سكان قطاع غزة هم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمات الأساسية من الأونروا، من غذاء أساسي، تلقي العلاج بالإضافة إلى التعليم وما إلى ذلك، هذا عدا عن الحالات الطارئة. إذن يعني نحن نتحدث عن عدد كبير، 7 مليون لاجئ فلسطيني على مستوى العالم يتلقون خدمات من الأونروا، ويعني ربما كما أشرت هو مبلغ ليس بسيطا، لكنه لا يقدم حل جذري لهذه الأزمة، وخصوصا أنه الجميع يدرك بأن هذه الأزمة أساسا هي أزمة سياسية.